تتعجب ممن لا يصلي. سبحان الله، مسلم لا يصلي، كيف أوتي القدرة على أن يترك الصلاة؟ كيف يقدر؟ لا يستطيع. المصلي الذي يترك الصلاة أيضا كيف يؤتى القدرة على عدم الصلاة؟ الأعجب ممن لا يصلي، من يصلي ولا يتغير. المفروض إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يبقى بيصلي وهو كما هو لا يتغير. إذا كان المرء يتعجب لتارك الصلاة فهو يتعجب أكثر ممن يصلي ولا يتغير. كيف؟ نحن يجب أن نفرق في الصلاة بين أمرين، بين الأداء وبين الإقامة. الله عز وجل قال عن الصلاة: وأقيموا الصلاة، مش كده؟ يقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة، أول سورة البقرة. وأقيموا الصلاة وأدوا، أقيموا، لم يقل أدوا أبدا في الصلاة، ما قالش أداء الصلاة أبدا. في فرق بين الأداء وبين الإقامة. الأداء يكون في المسجد، ركوع، سجود، جلوس، قيام، هذا أداء، نحن هنا نؤدي الصلاة، وهذا يعني ليس مطلوبا وحده، الأداء ليس مطلوبا وحده، وإنما المطلوب ليس الأداء فقط، وإنما الإقامة هي الأهم، والإقامة ليست في المسجد وإنما خارج المسجد. إزاي؟ هنا نؤديها وفي الخارج نتخلق بأخلاقه. فمن أدى الصلاة هنا ثم خرج يكذب خارج المسجد، هذا لا يقيم الصلاة، هذا لم يقيم الصلاة. من أدى الصلاة هنا وخرج يسرق خارج المسجد، هذا لم يقيم الصلاة. من أدى الصلاة هنا وخرج يرتشي خارج المسجد، لم يقيم الصلاة ولم يؤدي الصلاة. وهكذا قص على ذلك. من أدى الصلاة هنا وخرج خارج المسجد يعق والديه ويغضب أبويه، هذا لم يؤدي الصلاة ولم يقمها. من أدى الصلاة هنا وخرج خارج المسجد ليؤذي جاره ويضع الشوك في طريقه، هذا لم يؤدي الصلاة ولم يقمها كما أمر الله عز وجل. أداء الصلاة هنا في المسجد وإقامة الصلاة التي أمر الله بها يكون خارج المسجد، هذا معنى وأقيم الصلاة. يبقى لابد أن ننتبه لفارق بين أداء الصلاة الذي يكون في المسجد وبين إقامة الصلاة التي تكون خارج المسجد، سلوكا وأخلاقا وتخلقا